دكتور ولا اقول كابتن احسن؟ لا اقول دكتور. دكتور اعتزيت بدكتور. مميز في وسط المدربين. انت مميز طبعا طول عمرك. لكنه الدكتوره جت ازاي؟ انت تربيه رياضيه. على فكره انا بدات حاولت اخد الدراسات العليا ديت لو تتذكر معايا. نعم. استبعادي من الفريق ايام مايكل ايفرت. فقلت خلاص هبطل بقى واروح الدراسات. وابتديت فعلا، والكلام ده كان اعتقد 91. وجيت النتائج ساءت مع مايكل ايفرت. رجعت تاني. بالظبط. رجع الكابتن انور سلامه، كان بيدرب في الامارات. ايوه. وتولى المسؤوليه وقال لي ترجع مع الفريق وكده. وانقطعت خالص عن الدراسات. بعد كده يعني انشغلنا بقى في الشو بعدها بسنه اعتزلنا، او في نهايه الموسم ده اعتزلنا. مظبوط. الموضوع اللي هو الاربع لاعبين والقصه المعروفه. نعم. دي. انشغلت في التدريب، وبعد كده جه قال لي الكابتن والدكتور مصطفى الجيلاني صديقنا الله يرحمه. قال لي طب تيجي كمل دراسات، تعال عندنا في جامعه مدينه السادات. نعم. قلت له بقى خلاص يعني الموضوع صعب والسن وبتاع. قال لي لا تعالى بس حاجه كويسه انك تاخد الدكتوراه. هي حمسني وابتديت كملت الدراسات عليا ودبلومه، وبعد كده دبلومه ثانيه، وبعد كده اخذت ماجستير. وبعد كده اخذت دكتوراه، جيت اخذتها في الكليه بتاعتي. اللي هي كليه التربيه الرياضيه جامعه حلوان اللي هي في الهرم. تخصص ايه في الكوره اخذتها يا كابتن محمود؟ لا في التدريب الرياضي. التدريب الرياضي كله بصفه عامه. ما خدتش حاجه معينه؟ خدت التدريب الرياضي؟ لا انا الماجستير كان كان في، انا عايز افتكر الموضوع كبير. كان على تعلم بعض المهارات الاساسيه للاعبين المبتدئين عن طريق الكمبيوتر جرافيك. كان معمول كده نموذج ساعتها، كان ابو تريكه لسه منتقل للنادي الاهلي. بتعمل نموذج زي الرسوم المتحركه. يعني التصويب مثلا. تتصور وتتقسم الحركه في عده مراحل كده. وتبقى سهله للعيب الصغير. تعرف موضوع الكمبيوتر والحاجات دي، بيحط السي دي هيا في ويقعد يتفرج بقى. اللعيب المحبب عنده اي مهاره في تصويب مثلا. بيتفرج بقى يأديها ازاي وبتاع. على فكره بتساعد كتير في طبعا. مين كان مشرفين عندك على الرساله؟ كان ده كان الدكتور مصطفى الجيلاني والدكتور محمود الحافي. دول اللي كملوا معاك بعد كده؟ لا بعد لحد نهايه الماجستير. ثم الدكتوراه مين بقى؟ انت بتدرس بتاخد مواد الحقيقه. بتيجي تدرس قبل الرساله في حوالي 17 ماده 18 ماده. تمام. بيتقسموا على سنتين او ثلاثه. بتكملهم انت، وبعد كده بتقدم رساله في الموضوع اللي انت زي ما انا قلته لك ده، اللي هو العنوان البحث. نعم.